وبالتالي وصلنا لمساحتنا التغذوية لليوم. يعني مين منا ما سمع بالسنوات السابقة بالكيتو دايت، ولكن في كتير يعني له مؤيدين أو معارضين لهذا الدايت لهذا الدايت، وآخرين ضده بشكل كامل. شو هي هي الحمية؟ شو هي آلية تطبيقها بالشكل الصحيح؟ وما صحة قدرة هي الحمية على تخفيض السكر في الدم؟ رح نتعرف بتفاصيل عن حمية الكيتو دايت مع سيدة فرح الزيات، أخصائية تغذية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي فرح. كيفكم؟ الحمد لله. أهلا فرح، نورتي صباحنا لليوم. يعني ذكرت ميسان إنه كثير هلا عم يتراود للأذهان كيتو كيتو، وعم يعملوا حميات كيتو. اللي بحب الدسم بعيد على فرح. والله هو جد طيب. طيب خلينا نحكي معك فرح، إمتى ظهرت حمية الكيتو؟ هلا هي ظهرت حمية الكيتو من زمان، كانوا يستخدموها اول شيء للاطفال يلي معهم صرع. كثير بتاثر هي الحميه انه هن يزيد تركيزهم وعلى معالجتهم. كمان تستخدم اللي الاشخاص يلي عندهم مرض السكري وامراض ضغط الدم، والصبايا يلي عندهم اكياس على المبيض. هي الحميه كثير بتساعد انه تخلص من الاكياس، بتساعد انه ينتظم ضغط الدم ولا امراض السكري، بتخفض السكر وبتساوي متوازن. هلا اللي عندهم السكري تايب 1 وتايب 2، تايب 1 لازم يكون اذا بدهم يعملوا هي الحميه لازم تكون باستشاره طبيب مع متابعه طبيب. اما بالنسبه للسكر تايب 2 فهن فيهم يستخدموها طبعا، بس لازم تكون ضمن اشراف اخصائي تغذيه او دكتور. طيب. على شو بتعتمد حميه الكيتو دايت؟ يعني مثل ما قالت سالي هلا الدسم، ذكرنا الدسم، كل العالم بس يقولوا كيتو بيقولوا كلمه الدسم. على شو هي بتعتمد وليش بيقولوا الدسم فيها موجود بشكل كثير كبير؟ هلا هي بتعتمد اول شيء على 70% من الوجبة لازم تكون هي فات، و20% بروتين، ومن 5-10% الكربوهيدرات. الفات مو مثل ما بيقولوا انه نحن فينا نستعمل كميات الكبيرة اللي بدنا اياها من الدهون ومن البروتين، لازم تكون كل شيء محسوب، في سعرات نسب محسوبة لحتى يحسن ياخدوها. اذا تاخدت بشكل مفرط هون بتأثر وبتساوي مشاكل للجسم، مشان هيك بيقولوا انه هي الحمية خطرة وبتأثر على الكبد وبتعمل جلطات وهيك. هي حمية كتير آمنة بس لازم تستعمل بشكل صحيح. الدهون هي بناخدها من الدهون الجيدة، يعني من الافوكادو، من المكسرات، حتى هلا معناتها هلا بلاها على الاسعار الغاليه. هي تعتبر هي مكلفه جدا لانه بتعتمد على اللحوم، على الدجاج، على السمك، مكسرات، افوكادو، كلها بروتين ومو سهل الواحد يعملها. بعدين البروتين ما هو كميات مفتوحه انه الواحد قد ما بده بياخذ بروتين لحتى يشبع وهيك، لا، لازم تكون الحصه تقريبا بحجم الكف. هي يعني 0.8 جرام لكل كيلوغرام، ممكن توصل لجرام لكل كيلوغرام. يعني اذا شخص وزنه 70 بياخذ 70 جرام بروتين. مو هي كميه مفتوحه، حتى الدهون مو انه والله بنحط الدهون قد ما بدنا، بنحط الزبده، هذا اللي عم يصير، السمنه، بنحط الجبنه. هلا الجبنه الاشقوان مسموحه بالكيتو بس هي كميات قليله. يعني نسبه الفات بتكون محسوبه تمام انه الشخص قديش لازم ياخذ. نعم. يعني ايضا فرح فينا نعتبر الكيتو هو نظام غذائي بيقدروا يستفيدوا منه الكل، يعني هو بيطبق على الكل، لانه بيجوا كده عالم بدنا كيتو، يعني وهن ما هن عارفانين اذا مثلا عندهم الوضع السكر عندهم، الملح عندهم بجسمه، بس بدهم كيتو. مو للكل هو بيزبط، مو للكل فينا نستخدم الكيتو. هلا الاشخاص اللي عندهم امراض بالكلى فيهم يعملوا كيتو، بس لازم يكون بإشراف طبيب. ولازم نخفض نسبة الفوسفور، البوتاسيوم ما بنعطيهم ياهم مثل الأشخاص العادية يلي عندهم سكري تايب 2 تايب 1 سوري. كمان لازم باستشارة طبيب مو عشوائية. الأطفال تحت عمر 18 سنة ما بنفضل إنه نعمل لهم كيتو إذا ما عندهم حالة مرضية، يعني ولد وزنه زايد ممكن نمشي على حمية الكيتو بس ما نعتمد له على الكمية كبيرة من الدهون، يعني بدال السمنة الزبدة نستعمل زيت زيتون.
بياخذ نتيجه منيحه، بس كمان نحن ما بنكون ضرينا له جسمه مشان الاجسام الكيتونيه اللي بتتشكل بالجسم. طيب حرمان الجسم من بعض المواد الغذائيه، يعني يمكن بالكيتو ما في كثير فواكه، ما بياكلوا كميه كبيره او انواع فواكه محدده من الفواكه، هذا الحرمان خلينا نحكي تغذويا ما له تاثيراته السلبيه اذا طبق لفتره طويله على الجسم؟ ما له تاثير جانبي. الفواكه المسموحة بالكيتو هي بس الفريز والبيريز، يعني التوت البري وال التوتيات الحمراء، هدول بس المسموحين. والفريز؟ الفريز بس، باقي الفواكه كلياتها ممنوعة لأنه هي بترفع أنسولين الجسم، بتحتوي على السكر. تماما، هاي هي النقطة المهمة اللي نحكي فيها، أنه الكيتو ما فيه سكر، فيه بدائل تانية، خلينا هيون نحكي عنها. في عشبة الستيفيا هي تستعمل بديل للسكر، هي هذه العشبة ما بترفع الأنسولين بالجسم، يعني هي غير السكرين اللي يستعمل، ما بتأثر على الجسم، بتخلي مستوى الأنسولين ثابت، ما بترفعه بالجسم، وكمان في مادة الإرثريتول، كمان هي المادة مسموحة بالكيتو، غير هدول كل شيء ممنوع. بالنسبة للنشويات، كثير في عالم بسأل عن موضوع النشويات، الرز، البطاطا، هي القصص، هدول كلهم طيبين، هدول موجودين بالكيتو أو لا؟ كلياتهم ممنوعين، كل شيء نشويات، كل شيء فيه طحين، بروتين، رز، كل شيء جلوتين ممنوع، كل شيء فيه لاكتوز ممنوع. يعني حتى الحليب لا؟ حتى الحليب حليب خالي من اللاكتوز بده يكون؟ لا، كل شيء حليب ممنوع. حتى كل شيء حليب ممنوع. الجبنة مسموحة لأنه هي بتكون عالية بالدهون، لازم تكون مستوى الدهون أعلى من مستوى البروتين والكربوهيدرات بالمادة اللي عم ناخدها. ف يعني كنا على الأكلات مع الكيتو. تمام. شهينا قال. هلا بدائل الطحين، فينا نستعمل طحين اللوز، فينا نستعمل طحين جوز الهند، فينا نستعمل طحين السمسم، بذر الكتان، هدول كلياتهم فينا نعمل فيهم الخبز، فينا نعمل فيهم الذرة. ما بيستخدموه؟ الذرة ممنوع كمان ممنوع؟ نشويات، يعتبر نشويات، كله نشويات. هي حمية ما لها سهلة، واللي بده يتبعها بده يكون خلص مقرر انه هو فايت كيتو، لانه ما فيه انه يعمل 3 ايام كيتو، هو الجسم ليدخل مرحلة الكيتوسيس بده تقريبا 4 ايام ل 6 ايام، وبحس بالاعراض الانسحابية اللي هي اللي هي صداع، دوخة، بحس الجسم تعبان لأنه الجسم عم ينتقل من حرق السكر لحرق الدهون. بهي المرحلة كتير الجسم بيتعب، اسمها الأعراض كيتو فلو. نحن بهي المرحلة بنعطي المشروب الكيتوني اللي هو مي مع خل التفاح وليمون وشوية ملح الهيمالايا أو ملح الصخري، هاي بتعدل المعادن بالجسم وبتخلي الجسم إنه هو يحسن يكمل. بعد ما تخلص هاي الأعراض الانسحابية، الجسم بيدخل مرحلة الكيتوسيس، وبصير الجسم هو عبارة عن ماشين لحرق الدهون، يعني بصير بيحرق أضعاف الدهون. والكيتو بيرتبط دائما مع الصيام المتقطع، فلازم نساوي الصيام، ما نبلش بساعات صيام طويلة، بس نفهم الأشخاص شو هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو منصوم تقريبا أول أسبوع 14 ساعة، خلال ساعات النوم من ضمنه. هدول الساعات ممنوع فيه تاكلي ولا شيء، تدخلي أي كالوري على جسمك، بس فيك تشرب مي، قهوة، ممكن شاي أخضر، زهورات، يعني في جوعان بنص الليل، يعني في جوعان بنص الليل شو بيعمل؟ ممنوع ياكل أي شيء، يشرب مي، بس يشرب مي لحتى تصير 14 ساعة. بعد 14 ساعة الأسبوع اللي بعده بنبلش 16 ساعة. ما بننصح بالصيام لفترات كتير طويلة لأنه هذا بيأثر على هرمونات الجسم. يعني هلا نحن بدنا نستقبل شهر رمضان المبارك، ومثل ما بنعرف يعني كثير من الاشخاص يعني ممكن بيكونوا بتعاني من شيء معين وعم تعمل حميات معينه، هل الكيتو بشهر رمضان هو مفيد او لا؟ ما لازم بهذا الشهر بالذات فينا نحن لا نتخلى عنه، كونه في بدنا نحن عصائر هالقصص، ما فينا انه نحن نفوت كيتو ونطلع منه انت ما بدنا. بدك بده الواحد يبلش كيتو كم شهر؟ فخلاص يعني تقريبا اقل شيء 3 شهور.
ما بنمشي كيتو اقل من 3 شهور لانه جسمي بيتعب، ما فيك تفوتي كيتو ونرجع نطلع منه امتى ما بدنا. هذا بياثر على عضلات الجسم، الواحد بصير بيخسر عضلات. بصير بدك المره اللي بعدها بدك تدخلي كيتو اللي كانوا ياخذوا معك مثلا بالشهر ننزل 5 كيلو بصيروا بالشهرين 3 لينزلوا 5 كيلو. بقل استقلاب الجسم. فالواحد بده يبلش كيتو بده تكون هي حميه صارمه. بلشنا ما منوقف الحميه لحتى نخلص الوزن اللي بدنا ننزله. وحتى لما بدنا نوقف كيتو مو فورا بنرجع لاكلنا الطبيعي، بدنا نطلع منه شوي شوي. يعني مثلا اول يوم بندخل ربع تفاح، ثاني يوم بنزيد الكميه شوي، هيك على مده شهر نمشي على اللو كارب، وهون لحتى نحن يطلع الجسم من حالة الكيتوسيس. تمام. شو هي حالة الكيتوسيس دي اللي عم تحكيها؟ يعني أنا حابة أفهم هذا الموضوع. هي اللي عم بتشكل أجسام كيتونية بالجسم. واللي هي شو بتساعد؟ شو هي بتساعد على حرق الدهون. بصير الجسم بيحرق دهن أكثر ما بيحرق سكر، بيفضل جسمه من السكر فبصير بيحرق الدهون. هي الكيتونات هي بتحول الجسم لمحرقة للدهون. تمام؟ فهي الحاله، مو انه امتى ما بدنا احنا فينا نفوت كيتو. اذا وقفنا بتوقف هي الحاله فجاه. تمام. شو الشيء العكسي؟ وبيرجع الجسم بيخزن سكر بشكل يعني مفاجئ. يعني خلص بترجع الوزن اللي نزلتيه بترجعي كلياته بسهوله. الا اذا طلعتي من الكيتو بحاله بطريقه صحيحه. ايضا وحتى بس برمضان ما في الواحد يبلش كيتو برمضان. ليش؟ لانه جسم كثير بيتعب. لازم يكون اقل شيء مبلش قبل شهر ونص من رمضان بالكيتو، بعدين هو يكمل فيه برمضان عشان ما تظهر على الاعراض اللي حكيتي عنها من الصداع والدوخه. لانه يمكن هي بتظهر اجباري مثلا، لانه كمان في فتره طويله الجسم فيها ما عم يدخل له شيء، خاصه بيجي فجاه يعني بيكون نظام شيء بيصير حتى شيطان. لما بده يفوت كيتو بالايام العاديه بده يبلش كيتو، ما فينا فورا نبلشه كيتو، بنبلش له كارب تقريبا اسبوعين من هي الجسم بعدين بنبلش بالكيتو. لانه يمكن كمان يعني برمضان بشكل عام انت كنا عم نحكي على الصيام المتقطع، الصيام المتقطع فيه شرب مي، اما برمضان ما عندنا شرب مي. فاهم يعني هون نحن فتنا بحاله ممكن يكون فعلا صعبه على الجسم. كل الاشخاص بكل الاعمار بعد ال 18 بيقدروا يعملوا كيتو؟ اذا ما يعني عندهم اي مشكله، اذا ما عندهم اي مشكله بس طبعا لازم بيكون باشراف طبيب او اخصائي تغذيه مشان يحسب له النسب الصحيحه وما يصير هذا تاثير عكسي على الجسم. طيب نصائح لكل اللي هلا مثلا عم يجهزوا حالهم ليستخدموا كيتو دايت، لشو بدهم يتحضروا يعني تقريبا؟ بدهم يحضروا اول شيء نفسيا بدهم يكونوا متحضرين، ثاني شيء انه يكونوا بس يعني اخذين فكره كافيه عن شو هو الكيتو مشان ما يصير عندهم اثار سلبيه. لانه غالبا دائما بيغاروا من بعض فبياخذوا حميات بعض هنن يعني حتى الشخص اللي عم يعمل كيتو هذا النظام ما بيمشي على الشخص الثاني، يعني وزنه 150 كيلو ممكن وزنه 80 كيلو. تمام. وموضوع الكوليسترول كمان فعلي. صحيح. يعني ايضا كمان فرح خلينا نحكي عن اللي بيعانوا مثل ما قالت ميسان الكوليسترول، هدول فيك تنصحيهم نصيحه اخيره؟ فيهم يتبعوا حمية الكيتو بالفترة الأولى، بنعتمد لهم على زيت الزيتون وعلى الدهون الجيدة اللي هي من الأفوكادو ومن المكسرات. هي الفترة ممكن أنه هو ينزل الكوليسترول عندهم لو هي حمية عالية بالدهون وعالية يعني متوازية البروتين، بس هي بتنزل الكوليسترول. شكرا كثير للمعلومات فرح اللي قدمت لنا اياها، بنتمنى انه الكل يكونوا استفادوا منها. شكرا.